هل فعلا هيقدر يطحن الزجاج ولا لا؟ بس انا عايزه اختبر فعلا قوه الدوره، لان لو الدوره فعلا خامته قويه هيستحمل تكسير الازاز من غير ما يحصل له اي حاجه. وهقول بسم الله وهشغل. بسم الله. نهار ابيض، يا نهار ابيض. اكتر حاجه لفتت نظري فيه ان القاعده بتاعته من تحت دي معدن حديد مش بلاستيك، يعني اي خلاط من تحت بتبقى بلاستيك، لكن دي حديد سيليكون علشان يبقى محكم الغلق كده. لو في حاجه مثلا وهو شغال عايزين ننزلها او عايزين نحركها، ان الموتور بتاعه شكله ضخم يعني مش صغير زي الخلاطات بتاعتنا، دي المكان اللي بيثبت عليه الدوره، وبرده متحركه اعتقد علشان لو عايزين نغسلها، وبتتركب تاني كده. والخلاط ده 4500 واط، بتركب الدوره كده من غير ما بيلف زي الخلاطات العاديه، يعني مجرد بس ما بنحطه كده هو بيثبت. وعايزه اقول لكم ان هو ما شاء الله بيستحمل، لان كل الحاجات اللي استخدمتها عليه دي استخدمتها ورا بعض من غير ما اريحه، وحتى الموتور بتاعه ما سخنش وشغال كويس جدا ما شاء الله.